اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم معنا مع الحلقه رقم 31 من الموسم الثاني من برنامجنا اليومي حولنا. حلقتنا النهارده هي قصه بعنوان انتقام سفلي، كتبها لنا احمد دبور. من فضلك لو مش مشترك في القناه اشترك وفعل علامه الجرس ليصلك كل ما هو جديد. ولو عجبك الفيديو او القصه دي يا ريت تضغط لايك. جاهزين؟ يلا بينا. الو استاذ خالد، البقاء لله، محتاجين حضرتك تيجي المستشفى دلوقتي علشان تستلم جثمان الاستاذ محمد اخو حضرتك، ودي كانت تاني اسوأ مكالمة وتاني صدمة في حياتي بعد خبر وفاة امي. وطبعا الاسماء مش حقيقية عشان مش هقدر اعرف نفسي لحد، بس انا عندي هدف من حكايتي اني مش عاوزكم تغلطوا غلطتي انا واخويا. والدتي الله يرحمها كانت ست جميلة جدا في كل صفاتها حقيقية، اتوفت من سنة وشهرين بالظبط لأسباب مجهولة أو لحد فترة بسيطة كانت مجهولة. دخلت المستشفى 3 أيام وبعدها الدكاترة قالوا إن حالتها كانت بتسوء كل يوم عن اللي قبله بشكل غير مفهوم لحد ما توفت. وبعدها ب6 شهور بالظبط اتوفى أخويا محمد، والغريب إنهم قالوا نفس الكلام اللي اتقال عن وفاة والدتي وإن أسباب الوفاة مجهولة تماما. بعد ما وصلني خبر وفاة أخويا أنا حقيقي ما بقيتش شايف قدامي ولا عارف أعمل إيه. رحت المستشفى واستلمت جثة أخويا ودفنته زي ما دفنت جثة أمي بالظبط، ولكن ولكم أن تتخيلوا شعور واحد في حياته دفن أمه وأخوه الوحيد بإيده بعد وفاة محمد. أنا ما كنتش مرتاح، كنت حاسس إن في حاجة غلط بتحصل، وخاصة إن محمد في آخر فترة من حياته وبالأخص بعد وفاة أمي كانت تصرفاته غريبة، كان دايما خايف ومتوتر، وكنت بسمعه كتير مع نفسه يقول أنا السبب. حتى سبب دخوله المستشفى ما كانش طبيعي، كان نازل الساعة 2 بالليل وكان طالع من أوضته مرتعش وقلقان ومش مركز مع إني نبهتله كتير، لكن ما سمعنيش. كل اللي كان على لسانه أنا لازم أصلح كل ده، أنا السبب أنا السبب. وتاني يوم الصبح لقيت حارس المدافن بتاعنا بيرن عليا وبيقول لي يا استاذ خالد تعالى الحق الاستاذ محمد هنا في المدافن، وواقع جنب تربه الست الحاجه وقاطع النفس خالص. ولما رحت لقيته كان واقع فعلا، بس كان شكله غريب، كانت هدومه كلها تراب ومعفره كانه كان في المقبره من جوه، رغم من ان المقابر مقفوله باقفال حديد ومفاتيحها مع الحارس بس مش مع حد غيره. كمان كان وشه شاحب جدا وعينيه مفتوحه زي المرعوب من حاجة، أو زي اللي شايف عفريته شكلها كان مخيف وغريب جدا. الدكاترة قالوا ممكن السبب في اللي هو فيه إنه راح المقابر في وقت متأخر وفضل هناك طول الليل، لكن سبب زيادة مرضه وأسباب موته كانت حرفيا مجهولة عنهم تماما. أول يوم عدى عليا والبيت فاضي مفهوش حد غيري تقريبا، خلاص عيلتي وكل حياتي ماتوا ودفنتهم، وكان اخرهم اخويا محمد. النهارده دفنته بايدي من صدمتي وكتر تعبي بعد ما رجعت من دفنته اترميت على السرير بتمنى اني اصحى الاقي كل ده كان كابوس، والاقي اخويا محمد وامي قاعدين في الصاله مشغلين فيلم قديم وبيضحكوا كالعاده بصوت عالي، وصوت ضحكهم يصحيني واطلع اتعصب عليهم عشان مش عارف انام. محمد يقول لي اقعد ساكت يلا، وامي تقول لي بضحكة نكش طب ما تيجي تسمع معانا بدل الافلام اللي كلها دم وقتل اللي بتسمعها دي، وهي عارفه اني ما بحبش الافلام القديمه. فسيبهم وادخل اغسل وشي واغير هدومي وانزل الف مع اصحابي، لكن للاسف ما صحيتش على صوتهم ولا صوت ضحكتهم. انا صحيت على صوت صرخه شخص بيتعذب وعاوز حد ينجده. فتحت عيني وشفت اخويا محمد وهو نايم على الارض متغطي، لا ما كانش نايم، ده كان ملفوف في كفنه وكان وشه بس اللي باين وبيصرخ بصوت عالي. وكانت واقفة قدامه واحدة شكلها مرعب، كانت لابسة زي جلابية بيضة غرقانة دم وشعرها كان اسود وطويل جدا وكان نازل على وشها، وكانت ضوافرها طويلة ومرعبة وماسكة في ايديها حاجة زي ابرة كده وعمالة تدخلها في اخويا وطلعها زي ما تكون متعذبه، وهو كان بيصرخ ومش قادر يعمل حاجة من كفنه وفضل يندهلي عشان ألحقه. هي كانت واقفة على رجله وفجأة التفت بسرعة جدا
التفتت بسرعة جدا وبصت لي. أنا صحيت من النوم مفزوع وقلبي كان هيقف. جريت مسكت موبايلي وشغلت قرآن وفضلت صاحي لحد الصبح مش عارف أنام من خوفي ومن اللي أنا شفته. تاني يوم رحت شغلي، إن أنا ما كنتش هقدر أقعد في البيت لوحدي وأنا عارف إن محدش هيكون موجود غيري. كنت تعبان جدا ومش مركز بسبب قلة نومي، وفي نفس الوقت من خوفي وتفكيري بسبب الحلم اللي أنا شفته عن أخويا. مديري كان بيعز أخويا جدا وبيحبني جدا وطلب مني أروح البيت عشان أرتاح، وصرف لي أسبوعين أجازة بسبب الحالة اللي كنت فيها. أنا فعلا ما قدرتش أكمل اليوم ده في الشغل بسبب التعب والإرهاق اللي كنت فيه، عشان كده قبلت بالأجازة وروحت البيت. وصلت البيت فتحت الباب ودخلت، بس أول ما دخلت لقيت حاجة غريبة. دخلت من باب البيت لقيت السفرة مليانة أكل أشكال وألوان. كنت مستغرب جدا وفي نفس الوقت مصدوم مين اللي عمل الأكل ده، ومين اللي عرف يدخل البيت وأنا قافله الصبح بإيدي قبل ما أخرج. كل دي أسئلة جت في دماغي أول ما شفت منظر السفرة، بس جه في بالي عم سعيد البواب. ممكن تكون مراته هي اللي عملت كده، عشان أمي كانت بتديلها نسخة من مفتاح البيت عشان تبقى تيجي كل فترة تروق البيت وتساعدها في الأكل، لأن أمي كانت ست كبيرة برضه وما عنديش إخوات بنات يساعدوها. فقلت أكيد هي مرات عم سعيد عملت كده عشان عرفوا خلاص إني بقيت لوحدي وما عادش حد معايا يعمل لي أكل، برغم من إني بمديله أجازة عشان كنت حابب أفضل في البيت لوحدي شوية، بس كتر خيره ما نسانيش وخلى مراته تيجي تعمل لي أكل. ولأني ما كنتش أكلت حاجة من امبارح فقفلت الباب وقعدت أكلت. ولما خلصت أكل وأنا معدي على المطبخ رايح للحمام عشان أغسل إيدي، لفت انتباهي خيال حد واقف في المطبخ، بس كانت واحدة ست. لفيت وشي عشان أشوف مين، لكنها بكل بساطة اختفت. قلت لنفسي ممكن أكون بيتهيألي نتيجة تعبي واللي حصل لي امبارح. دخلت الحمام وغسلت إيدي، وبمجرد ما رفعت وشي أبص في المراية شفت واحدة واقفة ورايا. هي نفس اللي شفتها واقفة على رجل أخويا في الحلم وبتعذبه. هي بنفس شعرها الطويل وهدومها الغرقانة دم وضوافرها الطويلة المخيفة، بس المرة دي شعرها ما كانش مغطي وشها، لا وشها كان باين. كانت عينيها واسعة وكلها دم، عينيها كانت سودة حتى المنطقة اللي بتكون حوالين البؤبؤ سودة وبينزل منها دم، وسنانها كانت زي سنان الحيوانات المفترسة وليها نابين زيهم بل أبشع بكتير، فتحة بقها زي الأسد اللي شايف فريسته قدامه ومستني ينقض عليها عشان يأكلها. أنا بمجرد ما شفت المنظر أغمى عليا، محسيتش بنفسي غير وأنا بفتح عيني ولقيتني واقع مكاني في الحمام والأرض تحتي عليها دم. لما وقعت على الأرض دماغي اتفتحت، قمت وأنا ماسك دماغي كنت دايخ ومش شايف قدامي، وفضلت اتلفت في الحمام عشان أشوف الكائن اللي شفته في المراية ده لسه موجود ولا لا، لكني ما لقيتش حد. طلعت وطهرت الجرح ولفت دماغي بشاش، بصيت في الساعة لقيتها 8 بالليل. معقول أنا فضلت واقع في الحمام طول الفترة دي محدش موجود معايا ومحدش حس بيا؟ أنا يمكن لو مت أو جوالي حاجة محدش هيعرف غير لما ريحة جثتي تطلع، ساعتها بس هيعرفوا إني ميت. أنا ما قدرتش أقعد في البيت برغم إني كنت تعبان جدا ومحتاج أرتاح، بس كنت حابب أطلع أشم شوية هوا. خرجت وطفيت نور البيت وقفلت الباب ومشيت بعيد عن البيت شوية، ورجعت تاني قعدت على ترطوار كان قريب من البيت. فضلت مركز في مكان الضلمة بعيد بعيد، كان كله شجر وزرع، ولفت انتباهي شخص ماشي بعيد بس كان لابس لبس كله أبيض في أبيض وكأنه مديني ظهره. كان مديني ظهره، أنا كنت مستغرب إن في حد ماشي في المكان المقطوع ده لوحده كمان في الليل، لكن اتصدمت لما الشخص ده لف وشه وبص لي ولقيته محمد أخويا. أنا وقفت مكاني من الصدمة وفضلت متنح، وهو ما كانش باين ملامحه قوي، كان خايف وقلقان أو متعصب مش عارف، بس كنت واقف أبص له بس ومش قادر أتحرك من مكاني. فجأة قطع لحظات صمتي شخص بيحط إيده على كتفي، لفيته وجسمي اتنفض، بصيت لقيته عم سعيد البواب. قال لي بسم الله الرحمن الرحيم، في إيه يا أستاذ خالد مالك؟ أنا عمك سعيد
انت اتنفضت كده ليه وقاعد هنا ليه في المكان المقطوع ده؟ ما ردتش ولفيت بسرعة عشان اشوف اخويا اللي كان واقف قدامي، لكني ما لقيتوش. بصيت لعم سعيد وفضلت ثواني ساكت لحد ما قلت له انا كويس يا عم سعيد الحمد لله، بس عشان ما توقعتش حد يطلع لي دلوقتي. بص لي بابتسامه راجل طيب وقال لي ولا يهمك ولا يهمك يا ابني، انا كنت جاي اطمن عليك، لقيت نور البيت منور. فضلت اخبط على الباب بس ما حدش رد، وقلت انت اكيد مش في البيت، بس استغربت انك سايب النور مفتوح وانت جايب لك اكل وجاي اطمن عليك. والله مراتي عامله لك بخصوص، حمام المحشي اللي انت بتحبه ورز المعمر موصياني عليه ولفها عشان اجيبه لك سخنه، وقايله لي الاستاذ خالد لو لقى الاكل بارد ما بياكلوش. وكمل كلامه، انا عارف انك زمانك زعلان مني عشان ما جيتش اشوفك امبارح ولا اجيب لك اكل، بس والله الواد ابني كان تعبان في المستشفى، كان عنده دور سخونيه، بس الحمد لله بقى كويس ورجعنا بيه العصر. عشان كده اول ما جينا اول حاجه مراتي عملتها الاكل وقالت لي روح اطمن على الاستاذ خالد على ما تيجي كمان يومين تروق البيت، بس تطمن على الولاد وتجيلك على طول. فضلت واقف مش مستوعب كلامه، ازاي مراته لسه عامله الاكل النهارده؟ امال مين اللي عمل الاكل اللي انا اكلته الصبح ده؟ وازاي نور البيت مفتوح وانا قافله بايدي قبل ما اخرج؟ اخدت ورجعت البيت لقيت فعلا النور منور، فتحت الباب ودخلت وهو شال الحاجه ودخل ورايا. انا فضلت واقف ابص في البيت كله مستغرب ازاي ده حصل، وهو قطع تفكيري بكلامه تعالى تعالى يا استاذ خالد تعالى كل. انا والله يا ابني مش عارف اقول لك ايه، الاستاذ محمد اخوك الله يرحمه كان ونعم التربيه، ربنا يرحمه والله ربنا اللي يعلم. انا كنت معتبر نفسي انا واهلي من العيله دي، حب الحاجه الله يرحمها لمراتي وعيالي واحترامكم لينا كان مغرقنا والله. ما عرفش يكمل كلامه من العياط. ما لقيتنيش غير وانا بطبطب على كتفه وبقول له كلهم وحشونا والله يا عم سعيد، البيت بقى فاضي عليا وحاسس اني عاوز اروح لهم، وعينيا اتملت دموع. لقيته خبط على كتفي ومسح دموعه وقال لي اجمد يا ابني وشد حيلك، كل من عليها فان، دي سنه الحياه، كلنا هنموت، خليك قد اختبار ربنا ليك واصبر وان شاء الله ربنا هيعوضك خير، لو مش في الدنيا فعند ربنا هتلاقيه. وفضل يتكلم معايا شويه ويصبرني، وبعدها قام وقبل ما يمشي قال لي لو عوزت حاجه كلمني على طول، تليفوني معاك صح، وانا لو في نص الليل هتلاقيني عندك. وخبط على كتفي وقال لي شد حيلك يا ابني، فعلا البني ادم بيحس بقرب اجله. الامانه اللي استاذ محمد اداها لي في الكيسه اللي في الشنطه اللي هناك، وبيقول لك اوعى تقراهم غير لما تشغل قران جنبك. يلا سلام عليكم، وسابني وشد الباب وراه ومشي. انا ما فهمتش قصده ايه بالكلامه امانه ايه وشنطه ايه. رحت على الشنطة اللي قال لي عليها وطلعت الكيس اللي جواها، فتحتها لقيت جواها مذكرة محمد أخويا، شغلت قرآن زي ما عم سعيد قال لي برغم إني مش عارف ليه. وفتحتها وبدأت أقرأ، الكلام كالتالي مكتوب في أول صفحة: بما إن المذكرة دي جت في إيدك يبقى أكيد أنا ما عدتش موجود في الدنيا، إزيك يا خالد عامل إيه؟ أنا آسف يا أخويا عشان ما عرفتش أكون الأخ اللي يشرفك ويرفع راسك، أنا عارف إنك طول عمرك كنت فخور بيا، شايف اني احسن اخ في الدنيا، بس في الحقيقه انا اوسخ شخص ممكن تقابله في حياتك. انا عاوزك تسامحني يا اخويا، انا عارف انك مش فاهم انا بتكلم عن ايه، بس انا عاوزك تفهم الكلام اللي هقوله كويس وتاخد بالك منه، واوعى تغلط غلطتي يا اخويا. الصفحه التانية: انت طبعا طول عمرك عارف اني محامي شريف ما بقبلش بالغلط في شغلي، بس لا يا خالد انا مش كده، انت كنت دايما بتسألني الفلوس كتير دي كنت بجيبها ازاي، مع اني كنت لسه محامي مبتدئ بسيط، وكنت دايما بقولك يا عم صلي على النبي ما يحسد المال الا اصحابه، وكنت بغير الموضوع وهزر معاك. انا هقولك سبب الفلوس كتير دي ايه، وهعرفك كل حاجة عشان خلاص بقى ما عادش ينفع حاجة تستخبى اكتر من كده. انا كنت بشتغل في الاثار،
كنت بشتغل مع ناس كبيرة ومعروفة في البلد. في أول مرة جالي اسم شخص كان عاوزني أطلعه من موضوع عصابة، وطبعا ما كانش ينفع يروح لمحامي كبير عشان ما يستغلش اسمه ومكانته في البلد، فجالي أنا وخلاني تحت إيده، وأنا بمساعدة من محامي كبير قدرت أعرف منه شوية معلومات، ووصلنا إن الحل الأمثل للموضوع هو تبديل الحاجات بحاجات مزيفة، وهيتقال إنها قطعة نادرة وكانت هتتباع عشان تتعرض في مزاد، وطبعا الموضوع ما كانش صعب جدا على راجل زي ده إنه يخسر كام مليون في كام ضابط منتشف مقابل المليارات اللي هيطلع بيها، وأنت طبعا عارف بلدنا وشغل تحت الترابيزة. وطلع لي نسبة من الفلوس بعد ما القضية اتفضت، ومن يومها وأنا شغال مع الراجل ده وتحت إيده بخلص له كل مشاغله بمعنى أصح الغير شرعية. أنا ما قدرتش أكمل قراية، وحقيقي اتصدمت لدرجة إني قفلت المذكرة ورميتها معرفش فين، وحطيت إيدي على وشي وفضلت أعيط. حاولت أنسى كل اللي قريته ودخلت أنام، لأن وجع دماغي كان زاد والتعب زاد أكتر بعد اللي قريته في المذكرة دي. وبعدها دخلت أوضتي وترميت على السرير ورحت في سابع نومة. وأنا نايم حسيت ببرودة شديدة كأن حد فتح التكييف وسابني من غير غطا. فتحت عيني من شدة البرد عشان ألاقيني واقف في مكان فاضي مفهوش بشر، كان واسع جدا ومخيف والصمت غالب عليه. لا، ده ما كانش مكان عادي، دي كانت المقابر. القصة دي كتبها لنا أحمد دبوح، وحقيقة يا أحمد على القصة، وإن شاء الله إحنا مستنيين الجزء الثاني بإذن الله. ولو عجبتك القصة عزيزي المستمع ياريت تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. كان معكم أحمد ربيع من قناة مغامرات الطبيعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.